تسقط على اساس تصل لمسرحة المنتخب الاسباني. اخطر الان اخطر، ليش؟ لان الكرة عند المهندس الثد لبرشلونة ولاسباني، وين راح يلعب؟ سلمها صح، وصلت صح، والمنتخب الاسباني ايضا صح، ممكن جول الان، الجول صح صح صح، كل شيء صح، لان فيه شابي، لان فيه لاعبين مؤثرين. والان عند الدقيقة الخامسة فقط المنتخب الاسباني يسجل الهدف الثاني بواسطة نفس اللاعب ليا. هكذا كرة القدم الاسبانية الجميلة، وهكذا القائد الثد لخط الوسط والعقل المشب. شوف 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 معي مرة اخرى، لاحظ شابي لعبها في الجهة اليمنى، ومرة اخرى الكرات متبادلة، فتح دافيد فيا، رجع دافيد فيا على اساس يستلم الكرة مباشرة من نفس اللاعب دافيد فيا، يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخب اسبانيا. الهدف الاول الشوط الاول، الهدف الثاني الشوط الثاني الان من دافيد فيا. الكرة تصطد في المدافع تشافيز، وبالتالي دافيد فيا يبتسم.